برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وبمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم جلسة محاكاة برلمانية لفئة الشباب عبر الاتصال المرئي. وأقيمت الجلسة البرلمانية بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة وبحضور عدد من السادة الوزراء وبمشاركة 50 شابا وشابة من الجمعيات والمراكز الشبابية وطلبة الجامعات والمدارس الثانوية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب. مساء الخير سعادة المستشار وأهلا بك. وبداية، ما هو الهدف من إقامة جلسة المحاكاة لفئة الشباب بالتحديد؟ مساء عليكم وعلى السادة المشاهدين بالخير. طبعا توجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب جاء تنظيم برلمان الشباب عن بعد، وركب الهدف الأساسي هو إدماج الشباب البحريني في العمل التشريعي والرقابي، وكسبهم أيضا بعض المهارات البرلمانية، وذلك امتثالا للغايات المنشودة لمشروع الإصلاح لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه. طبعا الشباب هم أساس التنمية وعماد مستقبل في كل المجتمعات. طبعا اليوم عقدنا هذه الجلسة الشبابية، كانت رئاسة معالي السيدة فوزية وحضور ممثلين من الحكومة الموقرة. طبعا وحسب تمت الجلسه حسب الدستور وحسب اللائحه الداخليه لمجلس النواب. يمكن نلخص ان احنا نقول ان اهم اهداف الجلسه كانت هي قصد منها ادماج الشباب ضمن العمل التشريعي والرقابي، وكسبهم بعض المهارات يشوفونها بواقعيه وبعمل منهم هم نفسهم. الشيء الثاني الوقوف على احتياجاتهم وامالهم وطموحاتهم الشبابيه ونقلها لاصحاب السعاده النواب اللي ممكن أن يتبنونها في مشروعاتهم المستقبلية ويطرحونها أمام الحكومة الموقرة. نعم. طبعا تم اختيار من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتم إخضاعهم لتدريب مستمر، وتم إشراكهم في عملية تقسيم اللجان واختيار الموضوعات وعمل اللجان الداخلية كاملة، ثم عقد الجلسة مثل ما شفتوها اليوم في صباحا. نعم سعادة المستشار، ما هي أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها وكيف تم الإعداد لذلك؟ طبعا الموضوعات تمت بناء على اقتراحات من الشباب أنفسهم، وكان عندهم اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم لسنة 2012. نعم. وهي إعطاء أولوية لتعيين الشباب من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وأيضا كان عندهم هناك اقتراح آخر بتطوير الأنشطة الرياضية ومناهج التربية الرياضية في المدارس الحكومية وعدم اقتصارها على الأنشطة التقليدية، وأيضا كان لديهم اقتراح بحث وزارة الصحة على تكثيف الرغبة على بيع التبغ بجميع أنواعه. نعم. وثم مناقشة عامة بخصوص هذا الموضوع اللي هو انتشار التدخين لدى فئة الشباب. هذه أهم المواضيع اللي تم طرحها اليوم من الشباب في برلمان الشباب. نعم سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. افتتاح استهل بكلمة ترحيبية من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، تلتها كلمة تحفيزية فاض بها لسان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ألقاها أمام 50 شابا وشابة ممن تراوحت أعمارهم بين سن 19 إلى عمر 35، قام بتهنئتهم وتشجيعهم على اقتناص الفرصة التي أتيحت لهم للمشاركة في أول جلسة محاكاة عن بعد داخل أروقة مجلس النواب، ليتقمصوا بعدها دور أعضاء السلطة التشريعية ويعيشوا أجواء العمل البرلماني من خلال نافذة النسخة الأولى من برلمان الشباب الذي حقق المطلوب منه في تعريف الشباب البحريني بالتجربة الديمقراطية وممارستها في إطار منظم.
تجربة أولى رائدة ولله الحمد. كانت ثمرة نجاحها ليس نحن كعاملين من في تجهيزات وعمل الأمانة وعمل السلطة التنفيذية والتشريعية تعاونا من أجل إخراج هذه الجلسة جلسة المحاكاة، إنما كانت ثمرة نجاحها وعنصر الأساسي للنجاح هم الشباب أنفسهم، بنات وأولاد البحرين بقدراتهم وإمكانياتهم وثقافتهم ورغبتهم في المشاركة الإيجابية هي التي كانت أساس نجاح هذه التجربة. بالتوجيه من صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين لرئيسة مجلس النواب وبإشراف سعادة المستشار راشد محمد بن نجمة، نظمت الأمانة العامة هذه الفعالية ضمن الجهود المبذولة لتمكين الشباب وإعطائهم الفرصة لوضع اقتراحاتهم ورفع آرائهم، وذلك وفق جدول أعمال وضعه الأعضاء المشاركين في البرلمان الشبابي. يهدف البرنامج إلى تطوير قرارات الشباب وتهيئتهم على العمل في البرلمان المستقبلي وطرح أفكارهم ومن ثم توصيل هذه الأفكار إلى أصحاب السعادة النواب لتبنيها والعمل بها مع الجهات المختلفة في وزارات الدولة. برلمان الشباب أفسح المجال أمام المشاركين وبشكل متساو في الخوض بتفاصيل العمل السياسي واستخدام الأدوات الرقابية والقانونية في جو تشريعي يؤمن بمبدأ الحوار بين مختلف وجهات النظر الشبابية. التجربة التي أتت اليوم حسب التوجيهات والدعم من قبل جلالة الملك برعاية صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، هذا دلالة بحد ذاته حول دعم مملكة البحرين للطاقة الشبابية وخصوصا تجربتهم بالجانب الذي يتعلق بالتشريع والرقابة. إضافة لذلك هذه الجلسة جدا مهمة التي بلا شك ستأتي بتأثير إيجابي، وسيكون هذا التأثير الإيجابي مثمر إن شاء الله في المستقبل للشاب البحريني الذي يحمل مختلف الأصوات والقضايا والملفات التي تتعلق سواء بفئته أم بالمواطنين أجمع. تجربة يعني بالنسبة لي تجربة تاريخية بتثني على مستقبل إن شاء الله، خط فيها الكثير من التجارب، كوني تدربت لكوني حق أصبح نائب للمستقبل، خط تجربة النائب شفت مدى صعوبتها صراحة، مهام يشكرون عليها. كانت تجربة جدا مفيدة، عرفت أشياء أنا ما كنت أعرفها من قبل، يعني كلنا نعرف معلومات كفاية كنا نقول عن مجلس الشورى ومجلس النواب، بس المعلومات اللي عرفناها كنا احنا خضنا التجربة، كنا احنا شفنا شلون النواب يخوضون تجاربهم، شلون تصدر القرارات، وين تتجه القرارات، أنواع اللجان، شغل اللجان، كوني أنا كنت في اللجنة التشريعية، كان شيء جدا يعني ممتع وجدا مفيد. معلومات ومن آليات شلون النواب يستخدمونها في الجلسة، شلون يجاوبون على الأسئلة، شنو المقترحات، شنو الرغبات. تجربة مميزة جدا، وفي البداية نشكر جميع القائمين عليها ونشكر مجلس النواب اللي اتاحتهم لنا هاي الفرصة. وصلنا صوتنا، وصلنا رسالتنا، وصلنا آرائنا، مما حسسنا بأهميتنا ووجودنا في المجتمع. فمرة أخرى شكرا للجميع القائمين على هذه التجربة. الشباب البرلماني تم منحه المساحة الكافية لإثبات قدرته ودوره الفاعل في عملية التنمية داخل مجالات مجتمعه المحلي. لحظة تاريخية هامة عاش تفاصيلها مجموعة من الشباب الوطني الواعد الحريص على تنمية أفكاره وزيادة إلمامه بالعمل البرلماني من خلال خوض تجربة اكتشاف مواقع صنع القرار السياسي وطرح العديد من الأسئلة على عدد من المسؤولين والوزراء للتعبير عن رأيه بحرية تامة والوقوف على المواضيع التي تلامس همه وتثير في عقله العديد من الاستفسارات المتعلقة بتلبية حاجاته وطموحاته المستقبلية المتنوعة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.